اكيد طبعا شفت البيان الاخير بتاع الفيف برو اللي هو بيحذر اللاعبين من الانضمام للدوري الانديه المصريه، وبيقول لهم لو هتيجوا لازم تركزوا في بعض النقاط، اللي هو ما تسيبوش نسخ من العقد فاضيه، تتاكدوا ان العمله اللي انتم ماضيين عليها هي نفس العمله اللي هتاخدوا بيها في كل الاماكن في كل النسخ بتاعت العقود ولا لا. اكيد البيان ده يعني زعلك، اولا انت طبعا بيصعب من مهمه كل الانديه المصريه من التفاوض مع اللاعبين الاجانب. البيان ده كان بالنسبه لنا بيان ما عجبناش خالص، وممكن احنا كان لينا رد، ورد اوفيشال يعني، ان احنا ما عندناش، احنا كنادي اهلي ما عندنا، ما حصلش ان عندنا اي مشكله في خلال ال 20 سنه اللي فاتوا انها تخلي ان بيان الفي برو يبقى معمم. لا، انت لازم لما تيجي تتكلم اتكلم على الانديه بعينها لو انت، لكن ما ينفعش تعمم على الدوري المصري، ما ينفعش تعمم على الانديه المصريه، فاتكلم على نادي بعينه. النادي ده فيه كذا، لكن النهارده انك انت تعمم، انا شايف ان ده كان يعني الحقيقه خانوا التوفيق جدا البيان بتاع الفي برو ده، ولو اني ما سالت قال لك ده كل سنه بيعملوا نفس الكلام بالظبط، واتقال السنه اللي قبلها كانت في الدوري السعودي واليوناني وكده. بس خلينا اسال حضرتك سؤال برضو، وقتها المعالجه الجماهيريه للبيان ده، كل جمهور طبعا اول لما بيشوف اي حاجه بيحاول ان هو يقلبها ضد الفريق المنافس بتاعه، فلقينا ان جمهور الاهلي بيقول ده طبعا ادي الزمالك والمشاكل بتاعته هي اللي عملت لنا البيان ده، في المقابل راح جمهور الزمالك قال لك لا ده الاهلي، ده ما فيش حد الرابطه دي ما نزلتش بيان قبل كده غير في مشكله عبد الله السعيد والاهلي وان هو كانوا السبب. فهل بينطبق الامر دوت على مشكله الاهلي مع عبد الله السعيد وانك ممثل الاهلي ولا ملهاش علاقه؟ لا، انا اشك ان لي علاقه بهذا الموضوع خالص. الموضوع كله هي مشكله عبد الله السعيد، احنا ما عندناش مشكله، يعني هي المشكله ان انت النهارده مضيت عقد بتقول فيه كذا، والعقد ده حصل من وجهه نظر النادي الاهلي اختراق معين، وبالتالي انت بتحاول تحافظ على حق النادي الاهلي مش اكتر من كده، لكن انت لا مثلا ما دفعتش مستحقات عبد الله السعيد او ما دفعتش مستحقات فلان، لا انت مستحقات، انت عايز اقول لك في ظل الكورونا، شوف بقى العالم كله كان بيقاسي، مفيش مليم للاعب لم يصف سواء لاعب او اداري او مدرب، زيرو. حقيقه احنا كنادي اهلي بجد، وانا بفخر ان انا بقول ان انا بنتمي لهذه المؤسسه، لان فعلا احنا عندنا الحقوق دي اهم حاجه في الدنيا، يعني ما بتقدرش تستنى على 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 حقوق الناس، وبالتالي ربنا بيكرمك، بالتالي اللعيبه دي انا اسف يعني بتبقى عايزه تموت نفسها، تبقى عايزه تاكل النجيله عشان تقدر تحقق حاجه، عشان في الاخر بيجي لها حقوقها. شوف بقى النهارده لو لعيب ما بيجيلوش حقه مش هيدي لك في الملعب، مش هيدي لك، هيبقى حتى الحاله المزاجيه بتاعت الفرقه مش تبقى، وانت النهارده انا بعتبر ان الفرقه هي فرقه 11 لاعب او 18 لاعب او 25 لاعب، لو في واحد منهم ما مش مستريح او مش صافي ذهنه بيأثر على الباقي طبعا. صدقني اوضه اللبس دي مهمه جدا، عشان كده لازم اوضه اللبس دي تبقى دايما من خلال مدير فني، من خلال مدير كوره، الحمد لله عندنا من اكفأ المديرين الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، وبالتالي اوضه اللبس دي مهمه جدا انها دايما، يعني شوف مثلا بعد الماتش الوداد الاولاني بعد الجون اللي جه، شوف هاني كابتن الفرقه طبعا في الفيديو دخل عمل ايه ماتش اوكرانيا مركز في الجاي، كل ده بيديلك انطباع كيف يدار النادي الاهلي. صدقني هذا كل اللي بيحصل ده بيديلك قد ايه النادي الاهلي بيدار بطريقه محترمه، ما عندناش لا ناس بتطلع تتكلم في الاعلام كتير، ولا ناس كل شويه تروح تقعد مع لعيبه ولا تقعد مع مدربين ولا تتكلم في فنيات، ولا الكابتن الخطيب نفسه ما بيتكلمش فنيات، وبالتالي النادي الاهلي بيدار بطريقه ومنظومه محترفه، كل له اختصاصاته، مش معنى كده انك انت ما بتبصش، لا انت بتدير حاجه اسمها وي مانج ريزلتس، يعني انت ما انت يو دونت مانج بيبل بس انت يو مانج ريزلتس، يعني انت ما بتديرش بس تحاسبهم على نتائجهم، لكن بتدير الريزلت بتاعه اللي هو ايه، بتديله اللي هو عايزه عشان تحاسبه اخر السنه بس.